المحطة لسه ما حصلتش، ما بنخلص دي حاجات. طب ثواني يعني انا دلوقتي البوابة والجزء اللي عند حضرتك هخلص المحطة الاسبوع الجاي ان شاء الله. اشتغلت المحطة تقدر تسحب بدالة على المحطة بدل كمان من المشروعين دول، بس حضرتك طبعا تقدر تسحب ببدالة على المحطة صح كده؟ اسحب ببدالة على المحطة واركب الخمس فرعات بتوع اللي بعديه بس وخلاص، وبعدين اروح شايل البدالة وموصل للعمل. بس انا خلاص لا خمسة صعب جدا والله. طولهم قد ايه؟ طولهم قد ايه؟ حوالي 200 وشوية. 200 وشوية ايه؟ 200 وشوية ملي. ها؟ يا والله لا 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 انا كنت في اسكندريه كلها ب 1200 مش بالظبط ده. انا الشارع بتاعك بتتفرج من بعيد. لا انا قعدت في الشركه 8 سنين قبل كده. ايه بقى حافظها كلها بالله؟ ايوه ايوه احنا كسرنا بقى كل الكل عادي. احنا ال 200 متر بتوع حضرتك دول انا كنت بركب 200 متر من الخط ال 1200 في اسبوعين. هي المشكله مش في الارض، مش في الارض. خلينا نشد شويه. احنا محتاجين الصرف ارجوك. احنا والله احنا بنشتغل وواقفين من ساعتها.